من قبل 4 سنوات بدأت أنزل كل يوم فيديو عن قصة حياتي على اليوتيوب. تعلقت بابتسامتكم وكل يوم أفكر شلون أقدر أزيد فرحتكم. أنا لؤي ساهي، مخرج ويوتيوبر. كلنا عندنا زاوية بيومنا أحنا الوحيدين نعرف عنها، اللي هي التعب والتوتر والتركيز على مود كل يوم نجيب فكرة جديدة، على مود شغلنا يتطور، علاقاتنا مع المجتمع تتطور. وهذا التفكير يبعدنا أحياناً عن طريقنا، ننسى شنو هي أهدافنا وأحلامنا. من أوصل هاي المرحلة بيومي يعجبني أنه أنعزل، أخذ تليفوني، أقرأ كل تعليقاتكم، ترجع لي الابتسامة ويرجع لي الأمل، وتجيني فجأة طاقة تخليني أوصل كل يوم لشاشاتكم.